أهلا بكل متابعينا. في الفيديو ده هنتكلم عن الحالة الفلكية خلال الأسبوع اللي بيبدأ بيوم السبت 29 يوليو وبينتهي بيوم الجمعة 4 أغسطس، وهنشوف تأثير الحالة الفلكية خلال الأسبوع ده هيكون إيه على مواليد برج القوس. مواليد القوس الأسبوع ده عندكم 3 أيام الحظ بيحالفكم خلالهم. الثلاث ايام دول هما يوم السبت ويوم الثلاث والاربع. يوم السبت اللي هو اول يوم في الاسبوع هيكون القمر موجود في برجكم، يعني الاسبوع بيبدأ والقمر في برجكم بيديكم منتهى السحر والتألق والجاذبية على كل الأصعدة. فلو بدأنا بالناحية العاطفية هيكون عندكم إشراقة كمان مع وجود الشمس بالنسبة لكم في منزل الحظ، بتديكوا إشراقة وحضور رائع وتعرفوا أنكم تلفتوا الأنظار ليكم، وطبعا وخصوصا أنظار الجنس الآخر. فيوم رائع للتأثير في الجنس الآخر ده في الناحية العاطفية. في الناحية المهنية عندكم حضور يساعدكم أنكم تفرضوا إرادتكم ورغباتكم بمنتهى الذكاء، فعندكم سيطرة من الآخر على كل المواقف، وتعرفوا إن شاء الله أنكم تحسنوا التصرف. ورغم أنه الفترة دي في ضغوط مهنية ممكن تكون كتير عليكم في مواليد القوس، لكن يوم السبت تحديدا اللي هو أول يوم في الأسبوع ده هيكون عندكم السيطرة اللي تسمح لكم انكم تديروا المواقف والضغوط كلها بشكل سليم. ده بالنسبة ليوم السبت. بس كمان يوم الثلاث والاربع يومين هايلين لعمل اي لقاءات مهنية وتكونوا موفقين جدا فيها. مش بس اللقاءات المهنية اللي هتكون موفقة، لا كمان لو في اي خروجات مع الأصحاب أو اجتماعات عائلية، كل ده ممكن يبقى رائع. فأشوف أنه يوم السبت ويوم الثلاث والأربع لو عايزين تاخدوا أي مواعيد مهمة في الثلاث أيام دول هتكونوا موفقين جدا خلالهم، وتقدروا أنكم يعني تخرجوا من الثلاث ايام دول بمكاسب وبنجاحات. نرجع ليوم الثلاث والاربع، انه في اليومين دول عندكم لباقة دبلوماسية، سرعة بديهة، تعرفوا تقنعوا اي حد باي فكرة انتوا عاوزينها. يومين حلوين لو عايزين تعملوا انترفيو في شغل، تعرفوا تبرزوا مواهبكم، تعرفوا تتفاوضوا على اي فلوس ليكوا لو عايزين تتفقوا على راتب كويس. كمان عموما تقدروا تتفاوضوا في التلات والاربع على اي زيادة مالية او اي فلوس زي ما قلت ليكوا. عندكم كمان بلاغة في التعبير عن افكاركم، فتعرفوا تعبروا حلو عن اللي انتوا حاسينه او اللي انتوا شايفينه. يوم التلات والاربع ده بالنسبة قلنا في الشغل، بس كمان في ما ترفضوش اي دعوات اجتماعية او عائلية توجه ليكو في اليومين دول، لان ممكن في التلات والاربع توطدوا جدا علاقتكم وتقربوا اكتر من الاهل والقرايب والاصحاب. فركزوا على سبت 3-4 لو عايزين تاخدوا اي مواعيد مهمة، سواء كانت مواعيد او لقاءات عاطفية او لقاءات مهنية او عائلية او اجتماعية. اما بالنسبة بقى للاربع ايام اللي فاضلين في الاسبوع وما تكلمناش عنهم، دول الايام اللي لازم تكونوا منتبهين خلالهم لشوية حاجات. اول حاجة بالنسبة ليوم الحد والاثنين، يعني لازم تاخدوا بالكم انه تركيزكم اقل خلال اليومين دول، فحاولوا انكم يعني تراجعوا كويس كل خطوة بتعملوها في الشغل قبل ما تنفذوها علشان ما تقعوش في اي اخطاء تتمسك ضدكم. يعني عدم التركيز ممكن يخليكوا تقعوا في اخطاء، فحاولوا تراجعوا كويس عشان تتفادوا الاخطاء وتتفادوا الخسائر.
كمان في الفلوس نفس الحكاية، عدم التركيز ممكن يخليكوا تعملوا حسابات مش واقعية أو تغلطوا في الحسابات المالية، فخليكم منتبهين جدا في الفلوس أو في البيع والشراء كمان، يعني راجعوا كويس قراراتكم علشان تتجنبوا الخسائر. نفس الحكاية بالنسبة للممتلكات، يعني انتوا ممكن في الفلوس او في الحاجة اللي بتمتلكوها، احنا اتكلمنا عن الفلوس، خلينا نشوف الممتلكات يعني ايه. يعني ممكن لو انتوا في مكان ممكن تنسوا حاجة، تضيعوا حاجة، حاجة تقع منكم تتكسر، كل ده بسبب عدم التركيز. فحاولوا انكم تاخدوا بالكم من حاجتكم، راجعوا حاجتكم كويس عشان ما تضيعوش حاجة، وخليكم واخدين بالكم ان مفيش حاجة تقع منكم تتكسر. ده كل النصايح الخاصة بيوم الحد والاثنين. اما يوم الخميس والجمعة اللي هم اخر يومين في الاسبوع، فالقمر في وضع معاكس معاكم في العلاقات، بالذات العلاقات العائلية والاجتماعية. واشوف انه برضو في الشغل لازم تكونوا منتبهين. فالخميس والجمعة ضروري تحافظوا على اللباقة والدبلوماسية في التعامل مع اللي حواليكوا. حاولوا انكم تتجنبوا الدخول في اي جدال او نقاش ممكن يؤدي لصدام مع الاهل والقرايب والاصحاب، وكمان مع الزملاء في الشغل او الرؤساء في الشغل. في اليومين دول ممكن تكونوا معرضين لاستفزاز او لناس بتتدخل في شؤونكم، حاولوا انكم تردوا بلباقة عشان ما تبوظوش علاقتكم بالاخرين. لكن يعني طبعا من حقكم تدافعوا عن نفسكم وعن حياتكم عن خصوصياتكم، بس تحاولوا تردوا على ده بلباقة عشان تتجنبوا بس الصدام او انه يحصل اي سوء تفاهم. ده بالنسبة للخميس والجمعة. برضو كمان في بعض مواليد القوس ممكن يبقى عندكم استرجاع لذكريات حزينة او مؤلمة في اليومين دول اللي هما الخميس والجمعة، فما تسيبوش نفسكم للمشاعر السلبية تسيطر عليكم، استفيدوا بس من الخبرات اللي مريتوا بيها من غير ما ده يضايقكم او يعكنن عليكم في الوقت الحاضر. يعني دي النصايح اللي اقدر اقول لكم تلتزموا بيها في يوم الحد والاثنين والخميس والجمعة. لو اخدتوا بالكم من الحاجات دي هتلاقوا ان الاسبوع كله حلو وكل اسبوع وانتوا طيبين.